تايلاند أم ماليزيا؟ يحتار السياح بين السياحة في تايلاند والسياحة في ماليزيا، ويأتينا هذا السؤال المتكرر: هل أذهب إلى تايلاند أم ماليزيا؟ والحقيقة أن لكل منهم جماله، ولكننا في هذا الفيديو سنقارن بين مزايا كل منهما ليقرر كل سائح اختيار الوجهة المناسبة لهدفه وتفضيلاته الشخصية. 1. الشواطئ. تمتلك تايلاند العديد من الشواطئ الرائعة ذات الرمال الناعمة والمياه الفيروزية، ويرجع ذلك لوجود العديد من الجزر. أما في ماليزيا فيقل عدد الشواطئ، لكن يكثر بها الحدائق النباتية والبحيرات الخلابة. 2. أي بلد مناسبة لأصحاب الدخول المنخفضة؟ الأسعار في ماليزيا منخفضة قليلاً عن تايلاند، ويظهر ذلك عندما تنوي البقاء وقتاً أطول، حيث تنخفض أسعار الإقامة، وستجد المنتجعات والسلع في ماليزيا أرخص من تايلاند. لذا إذا كنت من أصحاب الدخل المنخفض أو تخطط للقيام برحلة سياحية بأسعار منخفضة، فتعد ماليزيا أنسب لك. 3. أيهما أنسب لشهر العسل؟ يذهب معظم الأزواج الجدد إلى تايلاند لقضاء شهر عسل ممتع وخيالي، نظراً لوجود الجزر التايلاندية الرائعة والشعاب المرجانية والمنتجعات السياحية المطلة على البحر، كما يغلب عليها الطابع الرومانسي، على عكس ماليزيا التي تناسب أكثر سياحة العائلات ومن لديهم أطفال صغار. عبر قناتنا ستجدون قائمة فيديوهات عن سياحة تايلاند وأخرى عن ماليزيا، والروابط سنضعها في المرفقات. 4. المطاعم. تختلف الأطباق التي تقدم في كل من تايلاند وماليزيا، وأيضاً تختلف الأسعار، فغالباً ما تكون أسعار الوجبات والمطاعم في تايلاند أرخص بكثير عن ماليزيا، وتشتهر تايلاند بتقديم أشهى الأطباق البحرية. أما إذا كنت تبحث عن المطاعم الفاخرة فستجدها في ماليزيا، حيث تقدم المطاعم العديد من الأطباق العالمية وبنكهات مختلفة. 5. الرياضات البحرية. تتفوق تايلاند على ماليزيا في الرياضات البحرية، حيث تقدم لزائريها العديد من الأنشطة الممتعة كالغطس في المياه الفيروزية أو ركوب القوارب والقيام بجولة بحرية في أحد الجزر الخلابة. كما تقدم تايلاند دورات تدريبية للغوص في مياهها، وكلها بأسعار أقل من ماليزيا وبتنوع أكبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.